أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو سهيل يقول: يا شيخ صالح، لماذا ارتبط الذكر في الحج؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. آيات كثيرة ارتبطت، نرجو أن تعلقوا عليها. مشعر الحرام مزدلفة، هو الجبل، جبل مزدلفة هو المشعر الحرام، سمي الحرام لأنه في الحرم، داخل الحرم. أما عرفة فهي خارج الحرم، هي مشعر وليست حرما. أما منى فهي مشعر وأيضا هي حرم. فالجبل الذي هو جبل مزدلفة هو المشعر الحرام. وقوله عند المشعر الحرام ليس يعني هذا بيان، لأنه ليس شرطا أن تصعد على الجبل، ولكن يذكر الله عنده. فكل مزدلفة كلها المشعر الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. جمع يعني مزدلفة كلها موقف. نعم.